النموذج ده هو النجاح، النجاح اللي اتعودنا عليه جوه النادي الاهلي، احنا متعودين على كده. كل اللي يعرف ويدخل في التفاصيل، صدقوني لو حضرتك عرفت التفاصيل هتعرف قد ايه ان اختيار مجلس اداره بهذا المستوى الكبير وعلى راسه اسطوره محترمه بنتعلم منه يعني ايه اداره، بنتعلم منه يعني ايه اخلاق. واجهه مشرفه للرياضه المصريه، واجهه مشرفه للنادي الاهلي. لما تلاقي كابتن خطيب بيتم دعوته في اكبر المحافل الدوليه بره مصر وجوه مصر عشان يكون موجود، انت كاهلاوي وانت قاعد بتبقى مبسوط، بتبقى عارف ان كابتن خطيب هو واقف كده الناس كلها مبسوطه بيه، عارفه ان اخلاقه محترمه، هتبقى انت قاعد عارف ان هو لن يخرج عن النص ابدا، ولا عمرك هتسمع حد بيقول كده. اذا كنت بقول كابتن خطيب فانا بقول مجلس اداره كامل. هو مين اللي اختار مجلس الاداره؟ ما هو كابتن خطيب اختار مجلس اداره اللي حضراتكم اخترتوه. عايزين تعرفوا قد ايه النجاح؟ بص حواليك في افريقيا مش بس في مصر، هتعرف ان اللي بيعمله مجلس اداره النادي الاهلي ده بقدراتهم الاداريه واجتهادهم لصالح النادي، وكمان التمسك بتقاليد مهما اتقال. خلي بالكم، خلي اللي يقول يقول، كل حاجه هتبان في وقتها، كل حاجه هتبان في وقتها، ولكن التمسك بتقاليد النادي رغم كل الظروف امر صعب جدا. الاهلاويه متعودين على النجاح فبقوا شايفينه طبيعي. بالمناسبه زي ما قلت لك ده انا حكيت لحضرتك حاجه بسيطه جدا في اللي حصل في المصيف، ولكن لو حكيت لك اللي حصل في التجمع الخامس هتعرف ان دي ملحمه عشان يطلع النادي 80% من النادي بهذا الشكل. لو حكيت لك اللي حصل في الشيخ زايد هتعرف ان دي كانت ملحمه لمجلس، تحسب لمجلس الاداره ده واللي قبله واللي قبله واللي قبله، لكل مجالس الادارات. النجاح مش سهل، والدليل بصوا حواليكم، بصوا حواليكم وشوفوا الناس عاملة ازاي وبتعمل ايه ببعض، وبيحاولوا يوقعوكوا بكل الطرق. لكن ارجع واقول رؤية مجلس ادارة النادي الاهلي تخليك دايما تقول حاجة واحدة بس، ان النادي الاهلي او اسم النادي الاهلي يستحق، جمهور النادي الاهلي يستحق، اعضاء الجمعية والعمومية للنادي الاهلي يستحقوا كل الجهد المبذول عشانهم. انجازات متواصلة لمجلس إدارة النادي الأهلي